اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفنا مش ضيفنا الحقيقه، هو صاحب بيت بيتسو موسيماني المدير الفني الكبير للنادي الاهلي. مستر بيتسو اهلا بيك. ثانك يو كابتن. ثانك يو. يعني سعداء جدا طبعا بتواجدك معانا خلال هذه الفتره، ساعه او ساعه ونص قادمه هتكون معانا فيها هنسالك كل الاسئله. حضرت نفسك؟ Yeah, thank you for the invite. شكرا للدعوة. دعوة خاصة لي بالنسبة لي. وأنا بقدر طبعا، أنا سعيد، أنت أسطورة من أساطير النادي الأهلي وأنا سعيد موجود معاك النهاردة. ده شرف ليا يا جدعان حضرتك بتقول هذا الكلام. مستر بيتسو عايز أبدأ مع حضرتك من الأول. هنتكلم في كرة القدم وهنتكلم عن فريق النادي الأهلي وهنتكلم عن البطولات اللي فاتت والبطولات اللي جاية، ولكن عايز أبدأ معاك الأول، أنت بدأت إزاي حياتك في كرة القدم؟ لعبت إزاي؟ وكيف بدأت التدريب؟ I started of course like a youth player. بدأت طبعا زي اللاعبين الشباب، زي لعيبة صغيرة ما بتبدأ حياتها. لعبت الفريق في افريقيا، كان واحد من اكبر الفرق في الفترة دي ومش معروف، لكن الفرقة دي كسبت الدوري ويمكن دي كانت اول واخر مره يكسب الدوري، لان فرقه مش معروفه في جنوب افريقيا. بعد كده رحت مابريدي سان داونز، ورحت اورلاندو بايرتس، بعد كده اتحركت وسافرت لعبت في اليونان، وهناك قابلت احد الاساطير حسام وابراهيم حسن ومجدي طلبه. يعني دول كانوا خصوم، كانوا بيلعبوا في فرق تانية بس بيلعبوا في فرق كبيرة. يعني كنت بلعب في نادي يعني في نصف الجدول، بس أنا متذكر إن كنت بلعب قدامهم. ثم رحلت وذهبت إلى قطر، نادي السد القطري، ثم إلى بلجيكا الدرجة الثانية، فريق الدرجة الثانية. كنت بدأت خلاص، يعني أصلا ما كنتش بقى لسه شاب، أنت عارف لعيب لما بيكبر في السن بتحس إن ده أدائك أبطأ ومش من أحسن حالاتك. بقى لعبت سان داونز 3 سنين، أنت عارف كسبت 3 دوري مع سان داونز على التوالي. بعد كده بدأت بقى التدريب معه. بعد كده رحت لفريق اسمه سوبر سبورت يونايتد، وبدأت فعليا حياتي او مسيرتي كمدرب. كان اول فرقه معانا في جنوب افريقيا، ثم لعبت ولعبنا طبعا مرنت منتخب الوطني جنوب افريقيا، ولعبنا قدام الاسطوره حسن شحاته، وكان مرن فريق سوبر، فريق كان يضم ابو تريكه والجمعه وبركات. لعبنا امام الفرقه دي وكسبنا في جنوب افريقيا 1-0، وكان هنا 0-0 في القاهرة. أعتقد ده كان آخر مباراة لحسن شحاتة، لكن احنا أنا أصدقاء تجمعني صداقة كبيرة بيه وبحترمه كثيرا. كنا مع بعض في المغرب، عملنا دورة للمدربين تبع الاتحاد الإفريقي. هو يعني مش صديق بقدر ما هو زي والد ليا، وعمل انجازات كبيره لمصر. انا بالنسبه لي هو احد افضل المدربين. كابتن حسن شحاته اسطوره كبيره جدا في عالم كره القدم، سواء كلاعب او كمدرب. يعني انا قابلته بس كمدرب، لاني اعرفه انه كان لاعب كبير، لكن يعني احتكيت به هو مدرب، لان كنا بنمرن فريقين مختلفين في الفتره دي فتقابلنا. وطبعا مرن فريق سوبر، فريق كبير منتخب مصر.